مخيم شي رايزز هو المخيم الثالث اللي بتنفذه مؤسسة قزز كايكس ومير سكور، واللي هدفه يساعد أكثر من 110 صبايا لهم بروفايلات جاهزة وشغالة على موقع العمل الحر الأكبر موقع Upwork.com. هدفنا أنه نساعدهم خلال الست أيام من ورشات العمل المكثفة وجلسات التوجيه والإرشاد المكثفة أنهم يحصلوا على الأقل على وظيفتهم الأولى. رايزز بوتكامب مخصص فقط للفريلانسرز الإناث، وهذا جاء من خلال ملاحظتنا من خلال التدريبات اللي بنقدمها إنه دائما موجود إنكم جاب بين الفريلانسرز الذكور والفريلانسرز الإناث. اشتغلنا على الموضوع، عملنا ريسيرشز، ومن ضمن الحلول اللي طلعنا فيها هو هذا البوتكامب. خلال 6 أيام تدريبية في مخيم شيرايزز دربنا الصبايا على كيفية إنشاء بروفايلاتهم على منصة Upwork من الأساسيات حتى إكمال البروفايلات 100%. انتقلنا معهم للمرحلة التالية وهي كيفية البحث عن المشاريع على منصة Upwork، كيفية البحث على الكلاينتس المناسبين على منصة Upwork. بعد ما هلا أخذنا كل البيزكس وتأكدنا إنه الصبايا قادرات إنه نفوت يتكلموا مع الكلاينتس، فوتنا أكثر في موضوع النيغوشيشن والحوار والديسكشن اللي ممكن يصير مع الكلاينتس. في النهاية حكينا عن كيف إنه هم بيقدروا يسحبوا فلوسهم من هاي المنصة بالطرق الآمنة جدا. موجودة على منصة Upwork من سنتين، قدمت بروبوزلات وتصفحت لجوبات كتير لكن ما حالفني الحظ نهائي. قلت أكيد في خلل، فقررت إنه أسجل لSheRises، والآن أنا حاصلة على 3 جوبات بتقييم 5 نجوم مع عملاء راضيين جدا، وفي طريقي للحصول على Long Term Project. لكم على بعد خطوة واحدة من الحصول على الجوب تعمل أكسبت للأوفر. تمام؟ جاهزين؟ عشان تحمسوا؟ إذا في كلمة شكراً لازم تنحكى اليوم هي إلكم. وإحنا في غزة سكاي جيكس دائماً ما بنحب نسمع كلمة شكراً من أي حد بيستفيد من برامجنا، بس دائماً متدربين بيكونوا مصرين يحكوا لنا شكراً، فبنقبلها بس بطريقة واحدة. شكراً اللي بنقبلها إنكم تتطوروا أكثر، تنجزوا أكثر، تقدموا عطاء لغيركم أكثر وتنجحوا أكثر. احنا كثير فخورين بانجازات هذول الصبايا وباللي حققوه في هذا الوقت القياسي. نهايه هذا المخيم ما بتعني نهايه متابعتنا ودعمنا لهم، بل بالعكس احنا راح نتابع معهم وندعمهم باشكال اخرى.